وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة سعادة العميد بدرية سلمان سالم قائد المستشفى العسكري. سعادة العميد، بداية نبارك لكم بالذكرى 50 اليوبيل الذهبي على تأسيس قوة دفاع البحرين، ومن الواضح للعيان بأن قوة دفاع البحرين أولت اهتمام خاص بالمرأة العسكرية عبر دعمها وتشجيعها أيضا داخل المؤسسة العسكرية الوطنية. هل لك أن تحدثينا أكثر بخصوص ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الترحيب. بداية أحب أهني سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، وإلى سيدي معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وجميع منتسبي قوة الدفاع بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس قوة دفاع البحرين. بالنسبة لدور المرأة العسكرية في قوة دفاع البحرين فهو دور رائد وبارز منذ بداياتها، واستطاعت أن تثبت المرأة البحرينية جدارتها واستحقاقها للعمل العسكري، وأن تشارك في مسيرة دعم العمل العسكري في قوة دفاع البحرين لتكون المثل مشرف للريادة العسكرية في كافة المجالات. فقد أولى المسؤولين بقوة دفاع البحرين اهتماما كبيرا لدعم المرأة العسكرية لتأهيلها ورفع قدراتها، وكانت بداياتها عند عام 1976 عندما تم ابتعاث عدد من مرشحات للمملكة العربية الهاشمية للدراسة والتدريب، فقد تدربت وتميزت وانخرطت في العمل في الأقسام المختلفة بالمستشفى العسكري. نعم سعادة العميد، يعني كونك قائد للمستشفى العسكري وفي ظل الإنجازات الكبيرة للمرأة العسكرية في هذا المجال، يعني ما هي أهم الإنجازات الطبية اللي حققتها المؤسسة الطبية التابعة لقوة دفاع البحرين خصوصا المستشفى العسكري؟ الخدمات الطبية طبعا دائما تسعى لتقديم الأفضل منذ بداياتها، تقديم الأفضل لمنتسبي قوة الدفاع وزارة الداخلية وجميع المستفيدين من الخدمات بشكل عام. لذلك طبعا عملت المرأة والرجل جنبا لجنب لإيجاد الأفضل لتقديم الأفضل، فدائما تترقب الخدمات الطبية الجديد والمتطور في المجال الطبية المختلفة. فقد تطورت الخدمات الطبية الملكية بشكل كبير منذ أن ابتدأت أو نشأت في بداية السبعينيات، عندما كانت عيادة صغيرة لمعالجة والاهتمام بالخدمات الصحية الأولية لمتسبي قوة الدفاع. أما اليوم فالخدمات الطبية تطورت وارتفع استيعاب المستشفى العسكري إلى 481 سرير، وتطورت في السنوات الأخيرة تطور بشكل ملحوظ على الصعيدين المحلي والإقليمي، حصلت على الاعتماد الدولي من المجلس الاسترالي العالمي لمعايير الخدمات الطبية في 2007، وحصلت عليه 4 مرات على التوالي، وذلك يدشن أو يترجم رؤية الخدمات الطبية الملكية الساعية نحو الريادة على المستوى الدولي والمحلي. إذن سعادة العميد بدرية سلمان سالم قائد المستشفى العسكري، شكرا جزيلا لك.